من الاشياء اللي كتير مفيده يلي تعلمتها خلال وجودي بابو ظبي هي طرق وعادات مختلفه للحفاظ على جمال المراه. بذكر منها اولا زيت الارغان يلي هو كتير مفيد للبشره الجافه، بيرطبها وبحافظ على الشباب وايضا بقوي الشعر. من الاشياء المش جديده ولكن مميزه ايضا بابو ظبي هي الحمام، يلي انا كتير حبيتها، وخاصه انه بيستعملوا اعشاب وزيوت مميزه جدا للجسم. بيتميز العالم العربي وتحديدا ابو ظبي بمصنوعات المنتوجات الطبيعيه الخاليه من المواد الكيماويه ويلي تصنع بالبيت، وبذكر منها الواكس وايضا الكحل العربي يلي كل نساء العالم بحبوا يستعملوه ليزينوا اطلالتهم.